تاخد وجبه ولا 50 جنيه؟ خد 50 جنيه. خد يا باشا 50 جنيه طبعا. وجبه ولا 50 جنيه؟ 50 جنيه عشان باشا. اوكي مع السلامه. تاخد وجبه ولا 50 جنيه؟ وجبه. وجبه على فكره انت الكسبان لان الوجبه دي سعرها 100 جنيه فيها سندوتشات وفراخ كولسلو وفرايز وعصاير وترابيزات بلياردو وبنج. هارت اتاك عامل عروض بمناسبه العيد، 6 وجبات اي وجبه منهم ب 100 جنيه، واول عرض على الطريق ساندوتش نيويورك فرايز كولسلو ب 100 جنيه. يا كباتي انت صحاب تعملوا مسابقه واللي يخلص اكله الاول يكسب معانا 100 جنيه. ماشي اتفضل في الانتريه. يلا بينا 3 2 1. انت ليه ابتديت بالصدر؟ عارف. وانت ليه ابتديت بالورد؟ اصغر. مش قادر. ايه ده انت ما بتاكلش سبايسي؟ ماشي. العوره! شكلي ياسين هيعملها، دخل بالدبوسه طلعت فاضيه. الله 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 ياسين خلص. الف مبروك يا ياسين، انت لسه في الدبوسه، انت حكايتك حكايه انت. الف مبروك يا فنان، كسبت معانا 100 جنيه. وتاني عرض على القهوه سندوتش ميني راب او بيتي بان وقطعه بروستد وكول سلو وعيش ب 100 جنيه. تفتكر الوجبه دي بكام؟ 350. اسمع اللي فيها الاول. استنى استنى وحط امك اوعى تمشي. فيها واحده بروستد وواحده ستريبس وواحد رز وواحد كول سلو، تفتكر بكام؟ 350 250 اقل. طيب ولا احلى؟ لو خمنت ساعه هتاخد الوجبه 100. 100 جنيه. الف مبروك كسبت معانا يا فنان، ولع الدنيا ولع الدنيا. وتالت عرض على الكنبه قطعتين بروستد وعيش وكول سلو ب 100 جنيه. تاخد تاكل الوجبه دي في قد ايه؟ ربع ساعه بس. ربع ساعه ايه يا عم واحنا فاتحين اوبن؟ خمس دقائق. ماشي لو قعدتها في خمس دقائق اديك 100 جنيه يا عم. ماشي اكشن. كله طبقه. ليه بدات بالساندوتش؟ ولي بالايه بياكله؟ داخلين على الدقيقتين وهو داخل على مش عارف يخش عليه اساسا. لا مش فاضي لا حاجه ولا حاجه. ايه 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 هيحصل؟ الراجل هيجي له هارت اتاك. طيب خسرت معانا. ايه ايه رايك في التجربه؟ لا التجربه جامده بصراحه. عشان كلت طبعا. خلاص ماشي ناخد الرز بقى. شكرا. الله 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 ده يكمل اكل في البيت. ورابع عرض على الموبايل قطع بروستد وقطع ستريبس ورز وكول سلو ب 100 جنيه. لو عرفت الوجبه دي بكام هتكسبها؟ 50 جنيه. انت عارف ايه اللي فيها؟ لا الصراحه. فيها قطع بروستد وقطع ستريبس وكول سلو وعيش. 150. غلط. يا عم 90. خلاص يا فنان انا قلت غلط للاسف. وخامس عرض على البلاي ستيشن سندوتش تشيكن بون وقطعه بروستد وكول سلو ب 100 جنيه. لو عرفت الوجبه دي بكام هتكسبيها معانا؟ 200. لا مش تعرفي اللي فيها الاول؟ لحظه واحده. فيها ساندوتش بيني بون او ميني راب وفيها قطع بروستد وكول سلو، تفتكري بكام؟ 250. لا اجابه غلط. 230. اجابه غلط. خدوا يا جدعان قسموها بقى ما بين كل اثنين طالما ما حدش عايز يكسب. والعرض السادس والاخير على السينما اتنين ستريب ورز وكول سلو وعيش ب 100 جنيه. العرض متاح في هارت اتاك تيك اواي او في الصاله، وممكن تطلبوا دليفري من الهوت لاين بتاعهم او الويب سايت. هبب يا ابن المسابقه خلصت يا ابني.